افضل كائن في البحر الاحمر هو سلاحف البحريه من الطيور المقيمه الطبيعه المتميزه بحب الطبيعه البدويه نبات الماجروف وادي جنان. اسمي ايمن عفيفي مدير المحميات البحريه في البحر الاحمر. الحقيقه البحر الاحمر من اجمل بحار الشعاب المرجانيه في العالم عشان الجو الدافي الجميل طول السنه عشان نقاء المياه وعشان الملوحه تحته. احنا في محميات البحر الاحمر بنستخدم احدث استراتيجيات الاداره زي برامج الشمندرات، برامج الوعي البيئي، برامج الرصد البيئي، برامج الدوريات المختلفه سواء البحريه او البريه، نظم المعلومات الجغرافيه. بنتمنى لكم مشاهده ممتعه للفيلم ده اللي عاملينه مخصوص عشان نوري حضراتكم اهم انشطه حمايه البيئه في البحر الاحمر. يحب الكثير من الناس في مصر الذهاب إلى منطقة البحر الأحمر نظرا لما تتمتع به هذه المنطقة من وسائل جذب متنوعة: الشعاب المرجانية الفريدة، الحياة البحرية المدهشة، الحياة البرية، أشجار المانجروف النادرة، النباتات المحلية الرائعة، الجبال الشاهقة، التراث البدوي الغني، الماء شديد النقاء، والشواطئ المعزولة. وتعتبر التنمية الساحلية لشواطئ البحر الأحمر خطوة غير مسبوقة في مجال التنمية السياحية، ويتوقف مستقبل السياحة في هذه المنطقة على حماية البيئة. البحر الأحمر مكان رائع، حلو قوي ممتع، تحفة. إن الحفاظ على سلامة النظم البيئية للبحر الأحمر مسؤولية قطاع حماية الطبيعة بجهاز شؤون البيئة. يوجد لدى هذا الجهاز والذي مقره في القاهرة عدة فروع على سواحل البحر الأحمر في القصير، مرسى علم، شلاتين والغردقة، وهو مقر المكتب الرئيسي للمنطقة. ويتولى هذه المكاتب العديد من المحترفين والذين يعتبرون مهمتهم الأساسية هي العمل على حماية الطبيعة بمنطقة محميات البحر الأحمر. وقد قام قطاع حماية الطبيعة بخطوات واسعة في بناء قدرات الشباب الذين أتوا من مختلف أنحاء البلاد للقيام بهذه المهمة. خالد محمد أمين، 24 سنة، من إنا، حامي بيئة محميات البحر الأحمر، لسانس آداب قسم جغرافي. حبيت أشتغل في المحميات الطبيعية عشان أحافظ على اللي هي الكنوز الطبيعية اللي خلقها لنا ربنا من الشعب المرجانية والأسماك الملونة والطيور وكافة الأشياء اللي هي موجودة. المنطقة التي يجب على حماة البيئة بالبحر الأحمر أن يعتنوا بها شاسعة المساحة، تمتد من الجونة في الشمال إلى محمية علبة على الحدود السودانية في الجنوب. وفي هذه المنطقة الجميلة توجد بيئة فريدة ونباتات وحيوانات متنوعة تنفرد بها منطقة البحر الأحمر. يأتي حماة البيئة من خلفيات تعليمية متنوعة يجمعهم هدف مشترك هو الحفاظ على هذه المنطقة وتعزيز الجهود القومية لتحقيق تنمية مستدامة بها. اسمي عبيرة عبد الله غانم، ليسانس آداب قسم جغرافيا، دبلوم نظم معلومات جغرافية. حبيت الشغل في المحميات علشان ارتباطها بدراستي والحياة الطبيعية اللي المفروض ان احنا نحافظ عليها. كل حماة البيئة بالبحر الأحمر حاصلون على شهادات جامعية كحد أدنى، البعض منهم علماء ذوي تدريب عالي المستوى مثل علماء الأحياء البحرية وعلماء النبات وعلماء الجيولوجيا والكيميائيون، والبعض الآخر محاسبين، معلمين أو خريجي كليات السياحة. يعرف حماة البيئة الكثير من المعلومات عن البحر الأحمر وهم يعملون الكثير أيضا من أجل مساعدة العامة للحفاظ عليه، وذلك عن طريق تبادل هذه المعرفة معهم. ويقع على عاتق حماة البيئة بالبحر الأحمر القيام بمهام جسيمة، منها إجراء البحوث الحيوية والجغرافية والبيئية لكل من الأرض والبحر، وعمل دوريات مراقبة للمياه والشواطئ والصحارى تحسباً لوقوع أي مخالفات بيئية. في كنوز جميلة جداً في جبال البحر الأحمر، الأسماك الملونة، الشعاب المرجانية، الحاجات دي التنوع بتاعها مش موجود في أي مكان في العالم. لمس الشعاب المرجانية والمشي والوقوف عليها بيكسرها ويقتلها. روعة وجمال الشعاب المرجانية في البحر الأحمر يجعلان من الصعب على الشخص العادي ملاحظة إذا ما كان قد أصابها ضرر أو مرض.
وهنا يأتي دور حماة البيئة. برنامج الرصد البيئي للشعاب المرجانية أول حاجة على المركب بيتم توزيع المهام على الباحثين، بيتلخص في عملية تصوير لأماكن الشعب تم تحديدها مسبقا، ندور على مكان الكوادرت ويتم تعليم وضع علامات واضحة عليه، ويتم عملية تصوير نطلع على المركب ويتم تجميع البيانات دي، بعد كده نرجع للمكتب يتم عملية تحليل الصور دي عن طريق برنامج على الكمبيوتر، برنامج تحليل إيمج برو بيتم تحليلها لتحديد نسب الشعب المرجانية اللي موجودة داخل الكوادرت. وبهذا يتوفر لنا بيانات دقيقة لعمل المقارنات، وعندما يقوم الباحثون بمقارنة نسب النمو والضرر والكسر في الشعاب المرجانية مع الإحصائيات الأخرى مثل عدد الغواصين أو المراكب التي زارت هذه المواقع في نفس الفترة، تتوفر لهم بيانات يستطيعون من خلالها تقرير حمولة الشعاب المرجانية، ومن ثم يمكنهم استخدام هذه المعلومات في التخطيط لإدارة الحفاظ على البيئة. اسمي محمد عبد الغني من الأقصر، واخد دبلومة في علوم بحر، لأن أنا التخصص بتاعي أصلاً علم حيوان، شغل البيئة أنا بحبه يعني. وفي قسم آخر من مكتب حماة البيئة في الغردقة، متولي وطارق هما المسؤولان عن القطاع المحلي للحفاظ على البيئة. طبعا هنا احنا بنتعامل كتيم ورك مكون من 4 أفراد في المعمل، كل واحد مسؤول عن مجموعة من القياسات بيقيسها، بيقيس حاجات في الهواء وما إلى ذلك من أشياء المعمل مسؤول عنها. الصيد غير القانوني يخل بالتوازن البيئي للشعاب المرجانية. أحسن حاجة في البحر الأحمر هناك عجبتني الطبيعة المتميزة، هو طيور النورس، الدرفيل، الكبش الأرض، تنوع البيولوجي، الشعاب المرجانية. وآخرون من حماة البيئة يستخدمون وسائل تقنية أكثر تطورا مثل نظام المعلومات الجغرافية لعمل الخرائط ومتابعة البيانات. احنا دلوقتي بأكثر شغلنا بيعتمد على صور الأقمار الصناعية، بنعمل لها image processing على الكمبيوتر وبنقارنها بالخرائط الجغرافية وبشغل الفيلد جي بي اس، وبنقدر نعمل عليها layers أو بنطلع منها layout أو خرائط بيكون متوقع عليها كل الشغل اللي اتعمل دوت، علشان نقدر ندير متخذ القرار. وكان أكبر مثال لكده محمية وادي الجمال اللي تم إعلانها بناء على طلب محمية البحر الأحمر بناء على الدراسات اللي قامت بها وحدة جي اس. وفي الحقيقة الناس ديت أجمعت على كلمة واحدة، معظم الناس قالوا إتي الزريل البارادايس. اسمي وليد رمضان مصطفى، مسؤول وحدة التوعية والعلاقات العامة بمحمية البحر الأحمر. بنعمل برامج توعية لطلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية، ابتدائي إعدادي ثانوي، وبنشتغل كمان دلوقتي حاليا مع الكي جي 1 والكي جي 2. بنعمل زيارات ميدانية لطلاب المدارس في أكتر من محمية، الطلبة اللي بتزور الجفتون الكبير الجفتون الصغير، بنقول لهم الأماكن الجزر المسموح النزول عليها والجزر اللي مش مسموح عليها، بنقول لهم الإرشادات اللي المفروض اللي بيعرفها أي زائر للمحمية وإزاي يحافظ على المكان اللي هو موجود فيه. إلقاء النفايات في البحر وعلى الشواطئ بيدمر الحياة البحرية والبرية. اسمي تامر منير عطلة، 25 سنة، خريج قسم علوم بحار جامعة قناة السويس كلية العلوم، بشتغل في البحر الأحمر من سنة 2000. يحاول حماة البيئة توصيل موادهم التثقيفية إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة الرئيسية، ويعتبر العاملون بالفنادق من الفئات المستهدفة الهامة لحماة البيئة في نشر التربية البيئية، فهؤلاء العاملين يقيمون صلات وثيقة مع آلاف السائحين. وبالتعاون مع مدير الفنادق يقوم حماة البيئة بتوصيل رسائلهم المهمة إلى السائحين في مختلف فنادق البحر الأحمر بهدف مشاركتهم في الجهود المبذولة من أجل حماية البيئة. اسمي أحمد ميلاني، بكالوريوس علوم قسم كمبيوتر، مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الجغرافية. يمكن أحسن حاجة عجبتني في الليل البحر الأحمر طبيعته المتميزة اللي يمكن ما لقيتهاش في مكان تاني خالص. يعتبر معلمو رياضة الغوص في النوادي الخاصة بتلك الرياضة شركاء أساسيين في الجهود الرامية لحماية البيئة، فهم قادرون على الترويج للتوعية البيئية إلى العديد من الغواصين من أجل حماية الشعاب المرجانية الرائعة بالبحر الأحمر. إن أكثر ما يضفي السعادة لمعلم الغوص هو أن تكون المعلومات الهامة الخاصة بحماية البيئة مترجمة إلى اللغات الرئيسية التي يستخدمها السائحون، وكذلك الحال
بالنسبة إلى العاملين على المراكب الذين ينقلون السائحين يومياً إلى المتنزهات البحرية، حيث يعدون لهم الدورات التدريبية ويقدمون لهم العروض البيئية ويبتكرون لهم الأدوات التعليمية والتثقيفية بمختلف اللغات الرئيسية التي من خلالها يستطيعون تعليم السائحين الإرشادات الخاصة بحماية البحر الأحمر. إن عملية التواصل مع العاملين بالفنادق والعاملين على المراكب ومعلمي رياضة الغوص والمدارس الابتدائية يزود حماة البيئة بميزة في غاية الأهمية، وهي تحسين قدراتهم الاتصالية لتصل لأعلى مستوى، بحيث يستطيعون التواصل مع مختلف فئات الجماهير، مما يحقق تأثيراً إيجابياً للحفاظ على ثروات البحر الأحمر في الحاضر والمستقبل. Name is Mohammed from Red Sea Refrigerators. Don't touch the coral reef because you will destroy it if you touch it. جمع الأصداف والمرجان يخل ببيئة الشعاب المرجانية. يقوم حماة البيئة بالبحر الأحمر بالإشراف على تركيب وصيانة الشمندورات بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر وجمعية المحافظة على البيئة بالغردقة، حيث أن هذه الشمندورات تخفف الضغط عن الشعاب المرجانية وتحميها من التدمير، وذلك بالحد من استخدام الخطاف، بالإضافة إلى تسهيل عملية ربط المراكب في أماكن الغوص. ويعد برنامج الشمندورات بالبحر الأحمر هو أكبر برنامج في العالم للشمندورات ذات الاستخدام العام، حيث وصل عددها إلى أكثر من 700 شمندورة مع نهاية يونيو عام 2003، وهي موزعة على معظم مناطق الغوص بالبحر الأحمر. استخدام الهلب يدمر الشعاب المرجانية، استعمل الشمندورات. اسمي محمد عباس السيد، خريج كلية العلوم قسم الجيولوجيا، وحاصل أيضا على دبلوم في التربية ودبلوم في علوم البحار. كما يتعاون حماة البيئة بالبحر الأحمر وبشكل وثيق مع كافة الجهات المعنية في محافظة البحر الأحمر، خاصة مع قوات ومخابرات الحدود للتعامل السريع مع أي مخالفة بيئية، فعند الإبلاغ عن أي مخالفة بيئية يتم وعلى الفور تبادل المعلومات والتنسيق اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف. يتحكم حماة البيئة في عملية الذهاب للسائحين إلى الجزر المحمية بالبحر الأحمر، وذلك بهدف إبقاء هذه الجزر في حالة توازن بيئي بقدر الإمكان، وهذا يستلزم القيام بدوريات مراقبة لهذه الجزر. فالرمال الناعمة لشواطئ هذه الجزيرة تعانق المياه ذات اللون الفيروزي والتي تخبئ تحت سطحها مباشرة كنوزا من الشعاب المرجانية الرائعة، وكل عام تجذب هذه الجزيرة إليها زوارا أكثر فأكثر. من خلال قيام حماة البيئة بدوريات المراقبة في الجزر ومنطقة الشعاب المحيطة، يعملون على أن يقوم قائد المراكب بربطها باستعمال الشمندورات وعدم استخدام المراسي على الشعاب المرجانية، وهم أيضاً يقومون بحساب عدد السائحين الذين يستعملون الجزر، وذلك بفحص عدد تذاكر الدخول التي يقوم الزوار بشرائها لزيارة هذه المنطقة المحمية. وأثناء قيامهم بدوريات المراقبة يدرك حماة البيئة أن التحاور مع الزائرين من الأجيال الأصغر والأكبر سناً على حد سواء وتزويدهم بمعلومات حول الطبيعة يعد أحد الوسائل الأكيدة لضمان مساهمتهم في الحفاظ على البيئة في المستقبل. إطعام الأسماك بيخل بالتوازن البيئي. فمثلاً بنحافظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر وكذلك نبات المنجروف، وبعض الطيور بنمنع أي تعدي عليها بالصيد أو أي حاجة تمسها، وكذلك بنحاول إن نعمل توعية للسائحين في المكان اللي احنا بنشتغل فيه. يتولى حماة البيئة بالبحر الأحمر متابعة المنشآت السياحية الساحلية أيضاً للتأكد من مطابقة الأعمال التي تتم للموافقات الصادرة من جهاز شؤون البيئة تنفيذاً للقانون رقم 4 لعام 1994. الخبراء القانونيون والإداريون والمفتشون والمحاسبون هم جزء لا يتجزأ من منظومة العمل التي تدعم الدور الهام
لجهود حماة البيئة بالبحر الأحمر. ومن الأهمية أن تكون النظرة إلى الحفاظ على الطبيعة شاملة ومنظمة، وخير مثال على ذلك هم حماة البيئة الذين أتوا من مختلف أنحاء مصر. يجمعهم هدف مشترك هو الرغبة في حماية الثروات الطبيعية في منطقة البحر الأحمر، والتي تعتبر جزءاً من تراث العالم الطبيعي. كل ذلك لضمان الرخاء والازدهار في مصر. البحر الأحمر جميل جداً، كان رائع، حلو قوي، أجمل البحار الموجودة في العالم، ساحرة، حياة جديدة، حياة جميلة كده.